سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الاحتفال الذي أقيم في كنيسة ميلاد السيدة العذراء في جبل التاج بعمان بمناسبة عيد أحد جميع القديسين وخدمة صلاة السحرية بحضور الأب ثيودوروس حداد كاهن الرعية وجمع محدود من المؤمنين. أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. وتحدث سيادته في كلمة ألقاها في ختام القداس عن طريق الدعوة للقداسة، وذلك تلبية لدعوة السيد الذي دعانا إليها عندما قال: كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس، موضحا سيادته أن تلك الدعوة تكون الاستجابة لها من خلال الشخص نفسه، وذلك عبر سعيه اليومي وجهاده الروحي، وأضاف قائلا: أبنائي، اليوم الأحد الأول بعد العنصرة، بعد حلول الروح القدس، بعد عيد ميلاد الكنيسة وتأسيسها، فاليوم الكنيسة بتحتفل بجميع القديسين. اليوم الكنيسة بتكرم كل القديسين المروا اللي منعرفهم واللي ما منعرفهم، لأنه في كتيرين كمان من القديسين اللي هم عند الله قديسين والكنيسة ما أعلنت قداستهم. الكنيسة قامت بإعلان عدد كبير من القديسين، وعشان هيك بتشوفوا إنه كل أيام السنة هي مزينة بأعياد القديسين. كل يوم في الكنيسة عندنا كوكبة من القديسين، وكأنه أمنا القديس أمنا الكنيسة الحنون بدها تحكي لنا وأنتوا كمان لازم تكونوا كل واحد فيكم قديس وقديسة، لأنكم أنتوا جسد المسيح، وجسد المسيح في كل جماعة المؤمنين اللي هم جماعة القديسين، لأنه المسيح طهركم قدسكم بجسده الكريم بدمه الكريم على الصليب، واللي أعطاكم المعمودية، اللي أعطانا المعمودية اللي فيها منموت مع المسيح ونقوم مع المسيح. عشان هيك الكنيسة بالأحد الأول بعد العنصرة بتوضع أمامنا كل القديسين، وكأنه الكنيسة كمان بدها تحكي لنا هاد هو عمل الكنيسة في العالم. عمل الكنيسة في العالم إنه تجعل قديسين، هاي هي الكنيسة. كثيرين بيحاولوا كتير مرات في زمننا يشككوا أو يخلوا إنه عمل الكنيسة يكون عمل اجتماعي أو عمل مالي أو عمل مؤسساتي أو إلى آخره من الأمور. الكنيسة لا أبنائي، الكنيسة عملها الرئيسي هو خلاص النفوس. الكنيسة عملها الرئيسي هي أن تشهد في العالم للحق بيسوع المسيح الإله المتجسد اللي هو كشف عن السماء، فهو أجا وخبر وأعلن.